اهلا اهلا يا فنانه. ايه ده؟ ايه الترتر اللي انت لابساه ده؟ جاي تصوري الفوازير ولا ايه؟ انا عايز اتكلم معاك. يا سلام، احنا زدنا شرف يا فنانه. ولا مخ، هات كرسي للفنانه وهات ساعه من القهوه لا تسرق مننا تاني. انا مش جاي اشرب. ان شاء الله مع انك طفحت. طب نتكلم مع بعض باسلوب انضف من كده يعني. وبعدين انا جايه يعني هقول كلمتين وهمشي على طول. كلمتين ابرك من عشره وانا اللي هسمعهم لك، عشان مش انت اللي جايه، انا اللي جايبك بمزاجي. بمزاج مين؟ ها؟ بمزاج مين؟ انا اللي جايه هنا بمزاجي على فكره. ايه ما تشربش سجاير قدامي. طب بص، انا لسه عارفه من ربع ساعه بالظبط ان انا لسه على ذمتك، انا مش فاهمه. ما طلقتنيش ليه لحد دلوقتي؟ مستفيد ايه؟ مستفيد ايه يا بنت سيد الجندي؟ انت عارفه يا بنت نبيله؟ انت اللي زيك عايزه تتربى مش تتطلق، يعني حق ربنا وبالاصول وابراهيم اللي انت عارفاه كويس، المفروض كنت اجيبك مشحونه من بيروت في تابوت وعلقك هنا في الورشه زي الدبيحه واقعد اسقف على صداغك دي لحد ما تورى. صداغي؟ ايوه على صداغي. طب لما انت جامد قوي كده ما عملتش كده ليه؟ يعلم ربنا ما حلكيش مني غير الشديد القوي. اه طب بص بقى، انا جاي لحد عندك اهو بقول لك طلقني، يلا ارمي عليا اليمين وخلصني. نعم يا حلوه. طلقني. اطلقك؟ اطلقك ايه يا حلوه؟ ده انت جايه مشفيه. جو العربجيه ده، وبعدين واحده بتقول لك طلقني، خلي عندك كرامه، خليك اللهم طولك يا روح. هتضرب ست؟ بس ما تقوليش ست. ايه الاسلوب ده؟ هو انت مبرشم؟ انت عايز ايه يا بت؟ اخدك بالحضن. طب وكرامتي اخبارها ايه معاك اللي انت مرمطاها يمين وشمال؟ تهربي من الفرح وتروحي بالسنين وتقولي عدولي واخره المتم رايحه تتخطبي وانت على ذمتي يا نبيله؟ انت عارفه بقى البرشام اللي انا هضربها وهتكيفني قوي ايه هي؟ ان اقعد كده واحط رجل على رجل واجيب مناخيرك الحلوه دي اللي انت رافعاها في السما الارض. قد الحركه دي؟ اه قدها ونص. الحوار ده كله ده تمامك يعني؟ ايوه ده تمامي يعني. اه فهمت. عايز كام يا ابراهيم يا حسين؟ يا بيلو بيلو يا بيلو. مدة وحشتني يا بيلو. وحشتني قوي. وربنا ما صدقت لما قالوا انك رجعت. هو ايه القمر بقى يظهر مع الصناعيه عادي؟ ايه يا هيمو، انت دخلت التشيز كيك الورشه؟ ايه يا بودة؟ مش تبارك للمدام؟ مراتي عقبال املتك اتخطبت. هو ينفع؟ احترم نفسك بليز. بليز؟ يا حلاوه يا اولاد، الحنك ده بقى بيقول بليز؟ اه عادي بيقول. ايه ده يا بنت؟ إيه؟ انت نفختيه ولا ايه؟ نفختي ايه؟ ما توريني كده نفختي ايه تاني؟ بس ايدك المشحمه المطيره دي، انت عارف الاوتفيت ده بكام؟ اوتفيت؟ اوتفيت يا بنت سيد الجندي؟ الله يرحم يوم ما جبت لك بنطلون جينز نمتيه في السرير ونمت انت على الارض عشان تحرسيه. عشان ما برغت غمنتن. بكحه. رايحه تتخطبي انت على ذمه راجل ومش اي راجل، راجل اسمه منقوش على جتتك. اهي. ايوه. لا خد لك صدر كده واعرف اخرك. الصلاه على الصلاه يا بلبل. احنا ما اتجوزناش وانت ما لمستش شعره مني. اديني بالعالي قوي ولا يا مخ. هات المحمول يلا وتعالى صور الفنانه وهي بتشردح بالاسكندراني يلا عشان الفانز يتفرجوا. الله يخرب بيتك اتجوزها. ايه يا بيت؟ لمست ما لمستش، انت بتاعتي وعلى ذمتي، ولو مش مصدقني روح اسال ابوكي سيد الجندي، ده لما يفوق الاول. بس يا هيما كفايه تسول، الناس بص علينا. يا نهار اسود. طلقني يا ابراهيم يا حسيني. طلقك ايه يا فنانه؟ طلقك ايه؟ ده انا طالبك في بيت الطاعه.